بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث، ولخصوصية يوم الخميس كالعادة ساعة تلفزيونية خاصة مع مسؤول لنتحدث وإياه حول آخر يعني أبعاد أو علاقة المواضيع ذات العلاقة وشخصه، مسألة الأزمة المالية حديث الساعة، وأصبحت لدينا على أساسها أحداثا ميدانية بات لها شجب واستنكار وتنديد أيضا كانت حديث الساعة. لبحث تداعيات ذلك الأزمة المالية وما تبعها من ردود فعل في الشارع الفلسطيني بغض النظر عما يتفق معه البعض وما يعارضه من أفعال قد تمت ومورست في الشارع الفلسطيني. اليوم الحلقة الخاصة مع الدكتور نبيل قسيس وزير المالية الفلسطيني. تحياتي لك دكتور نبيل، وإن حجم الأسئلة اليوم راح يكون كبير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا دكتور. كعادة البرنامج نبدأ سريعا بأبرز العناوين التي تداولتها الصحف المحلية والعربية والإسرائيلية كما الأجنبية، ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة تساؤلاتنا وإياك. كويس، نتابع. نبدأ جولتنا بقراءة لأهم عناوين الصحف المحلية. فجريدة القدس نقلت عن رئيس الوزراء سلام فياض: قلصنا نفقات أساسية لنتمكن من التدخل بإجراءات تعالج الآثار المترتبة على الارتفاع في الأسعار، وشجب واستنكار للاعتداءات على المؤسسات والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها. أما صحيفة الأيام فكتبت عن الانتخابات المحلية: عشرات المجالس ستفوز بالتزكية وتحالفات فصائلية في مواقع وقوائم متنافسة في أخرى. وفي عنوان آخر: الأردن يقرر إعادة الأرقام الوطنية لحاملي بطاقات الجسور الصفراء. ومن الأيام إلى الحياة الجديدة: تحذيرات فلسطينية من خطورة مخطط هيكلي أعده الاحتلال للقدس، والكنيسة يبحث اليوم سبل هدم حي البستان. قرأوا أيضا من الحياة الجديدة: إضراب اليوم في كافة السجون للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى القدامى. ننتقل إلى الصحف الصادرة في بعض الدول العربية، ومن جريدة الدستور نبدأ: مؤتمر في أريحة يدعو لإعادة النظر بالاتفاقيات المائية مع إسرائيل. أما صحيفة الغد: الرئيس عباس يطلب مساندة الهند لعضوية فلسطين الأممية. ومن صحيفة الرأي نقرأ: إسرائيل تستولي على 675 دنما من أراضي نابلس وسقوط صاروخين على النقب. أما صحيفة الأهرام المصرية: مصري يقتحم شركة العال الإسرائيلية بالمطار للسفر إلى القدس. صحيفة الخليج كتبت: مستوطنون يقتحمون الأقصى ويدنسون مسجدا في الخليل. نصل إلى الصحف الصادرة في لندن، ومع صحيفة الحياة اللندنية: إسرائيل ترفض اقتراحا لشراء جزيرة يونانية. أما صحيفة القدس العربي: 5 طائرات إسرائيلية تخترق أجواء لبنان. صحيفة الشرق الأوسط كتبت: عشرات الآلاف يتدفقون على البنوك لتسلم الرواتب وعلى الأسواق لإنفاقها في غزة. إلى جولة في أهم عناوين الصحف الإسرائيلية، ونبدأ مع يدعوت أحرنوت التي نقلت عن رئيس الوزراء نتنياهو: إذا لم نتمكن من إعداد الميزانية سنبكر بالانتخابات. إلى صحيفة هارتس: الحكومة تطلب من المحكمة العليا توسيع البناء في 40 مستوطنة. وأخيرا مع معاريف: تدهور العلاقات بين نتنياهو وأوباما، ومكالمة هاتفية تبحث تفاصيل اللقاء بينهما ووضع خطوط حمراء لإيران. ونختم مع أهم الصحف الأجنبية، وبداية مع واشنطن بوست الأمريكية: هنالك احتمال أن يكون قد تم التخطيط بشكل مسبق للهجوم على السفارة الأمريكية في ليبيا. أما صحيفة الجارديان البريطانية: فيلم معادي للإسلام يثير حفيظة العالم الإسلامي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقة النقاش مع معالي الدكتور نبيل قسيس وزير المالية. دكتور، حجم الأزمة كان كبيرا، صحيح الكل بيعرف أنه الأزمة ليست الأزمة المالية تحديدا للسلطة الفلسطينية ليست جديدة، قديمة ولكنها تتفاقم. الشارع الفلسطيني يبدو بأنه ضاق ذرعا، وهذه الأزمة بسبب تأخر الرواتب من ناحية، ارتفاع الأسعار من ناحية أخرى. دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض خرج بمؤتمر صحفي وضح فيه ما هي الآليات التي تستطيع الحكومة أن تقوم بها: تخفيض الضريبة من 15.5% إلى 0.5%، البعض قال هذا ليس كافيا، مسألة ارتفاع الأسعار، الحديث عن السولار أو المحروقات عفوا بأنه أعادها إلى آخر سعر قبل الارتفاع،
أيضا بعض المواطنين والمراقبين قال إنه برضو هذا ليس كافيا. مسألة أيضا اقتطاع من أصحاب الرواتب العالية في الوظيفة العمومية لسد حجز ما تقدم، أيضا يقول البعض بأنه يمكن أن يكون هناك إجراءات أكبر. نوعا ما ساعدتم في تخفيف من حدة الغضب في الشارع الفلسطيني، ولكن ما هو مطلوب يقال بأنه أكبر، ما رأيك؟ الواقع انه يعني ما يجري الحديث عنه عن ازمه ماليه هو نتيجه ازمه اقتصاديه ووضع سياسي بشكل عام. وطبعا الناس اللي بيشعروا فيه بشكل مباشر زي ما حكيتي هو ما يمسهم مباشره زي مثلا الرواتب والاسعار، لكن الوضع هو ازمه اقتصاديه خانقه بسبب اجراءات الاحتلال على مدار سنين طويله. يعني الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية لم يكن جيدا في أي وقت من الأوقات، كان في بعض الأحيان يكون أفضل من أوقات أخرى، ولكن بالمجمل هناك درجة من عدم اليقين تسود الوضع، بحيث أن تنشيط الوصول إلى قدرتنا الكامنة في مجال الاقتصاد غير واردة تحت ظروف الاحتلال. هلا في السنتين الأخيرتين صار في تفاقم لهذا الوضع. السلطة الوطنية تعتمد إلى درجة كبيرة في تغطية احتياجاتها على المعونات الخارجية. صار في تراجع في المعونات الخارجية، وهذا أثر مباشرة على الميزانية، على إمكانية تغطية الميزانية المتكررة واللي جزء كبير منها هو الرواتب. فبالتالي كان من يعني واضح تماما انه نقص المعونات الخارجيه راح يشعر فيه المواطن مباشره، زي ما حصل في الاشهر في الشهر في الاشهر القليله الماضيه. الواقع اذا بتتذكروا يعني في قبل شهرين دفعنا كمان 60% من الراتب اولا، ثم استكملنا الراتب، بعدين 70% من الراتب، ثم استكملنا الراتب، وهالمره 50% من الراتب، وسلام على استكمال الراتب. فهذه مش شيء يعني حصل هالايام، هذه صار له فتره عم بيحصل. بغض النظر، ما هو هذا شيء مش مرضي يعني كمان. لا طبعا انا مش مرضي، انا عم بفسر، انا عم بعطي وصف لشو الوضع. طب الحلول إن هل ستقتصر فقط على ما تقدم به الدكتور سلام فياض؟ لا احنا عندنا، لا لا هذه مضبوط، يعني اللي تقدمت به الحكومه واعلن عنه دوله رئيس الوزراء هو اجراءات سريعه من اجل استيعاب وضع يعني في هناك مطالب محقة. طبعا الأسعار غالية، ما حداش بده ينكر الكلام هذا. الرواتب تأخرت، وبالتالي كان لازم أنه نعمل إجراءات في اللحظة اللي بنقدر عليها. في مجال الرواتب قدرنا ندفع نوفر رواتب ل 35% من الموظفين رواتب كاملة، وللباقيين 50% من رواتبهم ما لا أقل عن 2000 شيكل. هذا اللي قدرنا عليه. في مجال الأسعار طبعا في مجال البترول، مشتقات البترول، نعم احنا رجعنا الاسعار زي ما كانت في شهر اب الشهر يعني الماضي. ما هو كان كمان ايضا في كان تابعها ارتفاع يعني وتلاحق. اذا بتتبعوا انتم اسعار البترول راح تلاحظوا انه في ارتفاعات متتاليه بتصير، صحيح. وفي مرات كانت تصير ارتفاعات واحنا ما نلحقها. يعني انا بتذكر مره في اثناء وجودي كوزير ماليه كان في ارتفاع احنا ما رفعناش زيه، ظلت الاسعار زي ما هي استوعبناها. طبعا هذا بيعني انه احنا في يعني في قدر من التكلفه لذلك تتحمله السلطه الوطنيه. طبعا يقال وهذا صحيح انه احنا في الاخر مش خسرانين، لانه بس احنا مش شركه بتربح وبتخسر، احنا في عندنا موازنه بدنا نغذيها، وتغذى الموازنه بالدرجه الاولى من الضرائب التي تتم جبايتها، وايضا من المعونات الخارجيه ومن الرسوم التي تجبيها السلطة الوطنية. هل لديك أرقام؟ للأسف ليس لدينا مصادر أخرى كمناجم الذهب أو حقول النفط. فإحنا كل مصادرنا اللي بنغطي منها الموازنة هي ما ذكرت. طيب مسألة الضرائب، التزام المواطن بدفع الضريبة هل هو على يعني سليم؟ هل هو بحاجة لتصويب؟ إجراءاتكم لتصويب ذلك يعني بدل ما نرفع الرواتب الضريبة، صحيح إنها بدأت من إسرائيل وإنه بحسب اتفاقية باريس نحن لدينا هامش 2%، صحيح؟
ما بين ما في القيمة المضافة. في القيمة المضافة. مسألة التهرب من الضرائب أثار مثلا حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة في برنامجي الأسبوع الجاري، قال إنه عفوا في خلال الأسبوع الماضي، قال إنه مدينة نابلس ومدينة الخليل وهم المدن اللي فيهم مصانع واللي فيهم حركة تجارة أكثر مدينتين لا تلتزم بدفع الضرائب، بعكس مثلا مدينة رام الله. هل هذا دقيق؟ هل هذا صحيح؟ يعني بلاش أعلق على أمور من هذا النوع اللي لها يعني صفة تمييز بين بلد وأخرى. بالمجمل اللي حكيتي صحيح، أنه يعني في عنا عزوف عن دفع الضرائب. زي ما بتعرفي في عندك ما بسموه تهرب الضريبي وعندك التجنب الضريبي. التهرب من الواحد يعني بحاول يهرب من الضريبة، التجنب لما بحاول يتشاطر وما يدفعش ضريبة. ما هو بالحالتين ما بدفعهنش في الحالتين، وبالتالي دائما الدول بتحارب المنهجين سواء كان تجنب او تهرب. ما نعمل عليه حاليا هو زياده القاعده الضريبيه، توسيع القاعده الضريبيه، وذلك يتم بالحد من التهرب الضريبي، بان اللي ما يدفع ضريبه يصير يدفع ضريبه. وهذا طبعا هو الاسلوب الاسلم والمقبول اكثر، لان رفع الضرائب دائما يلاقى ب برفض وباحتجاج رفع الضريبة. نعم. أنت بتعرف أن في بعض الدول يعني موضوع الضرائب بتكون هي الموضوع الأساسي اللي ينتقل بناء عليه حكومة أو تسقط حكومة. يعني موضوع الضرائب لم يكن في يوم من الأيام موضوعا سهلا، ولكن الحكومات تحاول أن تصل إلى نوع من التوازن في فرض الضرائب على أساس أن جبات الضرائب أمر مفروغ منه. في فرض الضرائب بحيث أنها تصل إلى ما يدعم اقتصادها ويمكنها أيضا من القيام بالتزاماتها. طيب دكتور، سؤال تداولناه كثيرا في الآونة الأخيرة، مسألة اتفاقية باريس. نعم. وما يعني تجحف فيه بحقنا نحن الفلسطينيين. نعم. أريد لو سمحت أرقاما فيما تضر فينا اتفاقية باريس، ماذا نخسر بسبب إجحاف هذه الاتفاقية من ناحية، نفهم على المستوى السياسي بأنها اتفاقية كانت لمرحلة مؤقتة، ولكن إسرائيل ضربت بعرض الحائط التزامها بأوسلو، وبالتالي امتدت حتى هذا اليوم تطبق على الأراضي الفلسطينية، أو ما زلنا كشعب فلسطيني ملتزمين فيها، لأنه البعض يقول بأنه إمكانية الهرب إلى شيء آخر مش موجودة في هذا على المستوى السياسي. على المستوى المالي، هل إمكانية تعديلها إذا كان الأمر بعيدا عن الجانب الإسرائيلي، يعني من خلال الدول الرعت هذه الاتفاقية في حينه، هل هذا وارد؟ كيف يمكن تحسين شروط هذه الاتفاقية للصالح الفلسطيني؟ نعم، هو في الواقع يعني اتفاقية باريس زي ما هو معروف هي جزء من اتفاقية المرحلة الانتقالية، وليس اتفاقية منفصلة. وكل ما له علاقة بتلك الاتفاقية محكوم بالظرف الذي ساد في ذلك الوقت، واللي أثر على نوع المفاوضات التي صارت وكل ما إلى ذلك. طبعا إسرائيل هي دولة محتلة للأراضي الفلسطينية، والاقتصاد الفلسطيني اقتصاد رهينة الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا ليس بجديد. ما حصل في اتفاقية باريس أو في بروتوكول باريس هو محاولة للوصول إلى أفضل وضع ممكن تحت الظروف السائدة، لكن ليس هو أفضل وضع ممكن، أحسن وضع ممكن تحت ظروف السائدة. هلأ مع ذلك لم يكن هناك التزام كامل من قبل إسرائيل في تنفيذ كل ما عليها. هناك مثلا في عدة مجالات اللي فيها مشاكل، سواء كان في مجال الاستيراد، في مجال المعايير، في مجال البترول، في مجالات نقل البضائع، في مجال الزراعة زي ما بنعرف، في مجال حرية الحركة، في مجال استخدام ذرائع أمنية للحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على العمل. كل هذه أمور موجودة. هل هذه ممكن الواحد أنه يحكي فيها ويحاول يزيلها إذا كان في حسن نية عند الطرف الآخر؟ داني أيلون قال، نائب وزير الخارجية قائف الإسرائيلي طبعا، قال إنه لن نفتح اتفاقية هذا موضوع باريس آخر. هذا موضوع آخر بسبب يعني محاربة الفلسطينيين لهم في المحافل الدولية، هكذا قال. ولكن أنا قلت من خلال الدول التي رعت. أنا في فرقية بما تقولي أن نفتح اتفاقية باريس بمعنى إعادة التفاوض عليها، وهذا تفاوض وهذا موضوع سياسي. وموضوع التفاوض بشكل عام مع إسرائيل حاليا لا يوجد تفاوض.
وبين القول أننا نحاول أن تطبق الاتفاقية بحسب ما اتفق عليه في حينه، وبالتالي الضغط من أجل التزام الطرف الآخر إسرائيل بما التزمت فيه في الاتفاقية. وهنا ممكن كما ذكرتي الاستعانة بمحافل دولية وبجهات دولية من أجل الضغط لكي تلتزم إسرائيل بما يجب أن تلتزم به بموجب الاتفاقية التي وقعتها. طبعا هذا لا ينطبق فقط على الاتفاقيات الاقتصادية، هناك أيضا اتفاقات سياسية أنت على علم بها، حيث إسرائيل لم تلتزم بما وقعت عليه عندما تم توقيع الاتفاقية. طيب يعني على الجانب الإسرائيلي التحدي يبدو واضح، ولكن مؤخرا جرى الحديث أيضا في العناوين أنه إسرائيل أفرجت عن أو حولت إلى السلطة الفلسطينية بما مقداره 250 أعتقد اللي يقول الخبر أو 25 مليون شيكل بدل عائدات ضريبية، يقال بأنه خصم منهم 25 أو 35، أريد الرقم الدقيق. والصحيح هو شوفي يعني إسرائيل في جلسات المقاصة التي تعقد شهريا يتم البحث في الضرائب التي يجب أن تنقل للجانب الفلسطيني. إسرائيل تجب الضرائب عنا والجمارك وتأخذ نسبة 3% كمصاريف إدارية وما إلى ذلك، والمبلغ المتبقي يجب أن ينقل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. هلأ إسرائيل ما تقوم به وتقوم به بشكل دائم في الفترة الأخيرة هي أن تخصم من هذا المبلغ ما نسميه صافي إقراض، بنتيجة استهلاك كهرباء، بنتيجة تحويلات طبية، بنتيجة استهلاك مياه اللي هي يعني يتم شرائها من مزود إسرائيلي، خدمات طبية في إسرائيل، نعم. كهرباء من الشركة يعني بأخذوا اللي لهم قبل ما يعطوا فال 35 مليون هنا الحقيقة عشان أعطيك الرقم، وهن حولوا 260 منهم 35 مليون من هذا القبيل كدفعة، لأنه بالعادة بتكون أكثر من هيك. العادة بتكون أكثر من هيك، العادة ما يخصم من على لهذا السبب الذي ذكرت وهو كهرباء ومية ومجاري وفواتير طبابة فواتير. طيب. هذا بوصل مرات 100 مليون مرات 104 مليون. فأنا خصموا 35 مليون على الحساب زي ما تقولي. 35 مليون. طيب دكتور أيضا مسألة الكهرباء في إسرائيل يهددوا بقطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية أو عن السلطة الفلسطينية. الحديث كان إنه عن 15 أو منتصف الشهر الجاري، ثم آخر الأنباء تقول بأنه تم تأجيل ذلك إلى أواخر الشهر الجاري أيضا. ما هي قصة الكهرباء مع الجانب الإسرائيلي؟ لأنه في أيضا لبس الناس مش فاهمة من ناحية الضفة الغربية، وأيضا التزام حكومتكم مع قطاع غزة على هذا الصعيد أيضا. يعني هو بالنسبة للكهرباء في الضفة الغربية في يعني ثلاث شركات رئيسية، شركة كهرباء منطقة القدس وشركة كهرباء الشمال شركة كهرباء الجنوب. فيما يتعلق بشركة كهرباء القدس، هذه شركة كانت تعمل هنا منطقة امتيازها في منطقة الوسط وكانت تولد الكهرباء وتبيعها للمستهلكين من سنين طويلة. يعني أنا اللي في عمري بتذكر أنه ما كانش في عنا كهرباء من إسرائيل، إحنا كنا نأخذ الكهرباء من شركة كهرباء القدس. لما شركة كهرباء القدس اضطرت تتزود مناطق أوسع بعد الاحتلال الإسرائيلي زاد عليها الضغط، وشوي شوي لم يعد بمقدورها حتى إنتاج توليد الكهرباء. عندما حاولت شركة كهرباء القدس استيراد مولدات جديدة وتشغيلها من أجل القيام بأبائها في تزويد الكهرباء لكل المستهلكين، كان هناك تدخل إسرائيلي أعتقد على أسباب بيئية قيل في حينه، يعني أو ذرائع بيئية خلينا نقول بدل أسباب بيئية، وبالتالي صفينا نأخذ الكهرباء من إسرائيل نشتريها من إسرائيل. على شركة كهرباء القدس مدينة للشركة المزودة بمبالغ، وهذا هو الذريعة التي تستخدمها إسرائيل للضغط على شركة كهرباء القدس لسداد ديونها. طبعا الديون موجودة لا ننكر ذلك، لكن كمان في لشركة كهرباء القدس ديون على المستهلكين في مناطق امتيازها. طيب مسألة يعني مناطق امتيازها اللي هو الناس ما بتدفع أو الناس في لا في ناس بتدفع ما بقول إنه بس حجم المديونية عالي اللي أهلك كمان شركة القدس، ولكن بالمقابل التزام السلطة الفلسطينية على هذا الصعيد ماليا ما حجمه
وسيلة الضغط التي تستخدم أيضا على السلطة الفلسطينية على هذا الصعيد، يعني دوافع سياسية واستخداماتها مالية أو اقتصادية. أيضا بالنسبة لقطاع غزة الحال ما هو؟ يعني هلأ بالنسبة خلينا نقول لقطاع غزة، ما يتم استهلاكه في قطاع غزة ولا يدفع ثمنه يتم خصمه مباشرة كما ذكرت من ضريبة المقاصة. لما حكيت عن 35 مليون هذا جزء من الموضوع. هلا فيما يتعلق بشركة كهرباء القدس، شركات كهرباء بشكل عام، يعني السلطة الوطنية الفلسطينية تدعم التعرفة إلى حد ما، تدعم المواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي يكون هي مدينة لشركة كهرباء القدس بمبالغ ناتجة عن هذا الدعم، إضافة أيضا لما تستهلكه السلطة الوطنية الفلسطينية من كهرباء في مؤسساتها العديدة. الجزء اللي يتعلق باستهلاكنا للكهرباء ليس كبيرا بالنسبة للمجموع. يعني إحنا هلا الأرقام اللي عندي مؤخرا حسبنا قديش بدهم منا في السلطة الوطنية، كانت 90 مليون شيكل، منهم زي ما بتذكر الرقم كان حوالي 10، بس طبعا الفواتير مش كلها واصلة لها علاقة بالاستهلاك، والباقي كله عبارة عن دعم وما إلى ذلك. وقطاع غزة قلت إنه قطاع غزة بياخده من وجه الصحارى، يعني الكهرباء اللي إسرائيل بتخصم من المقاصة بدل استهلاك كهرباء غير مدفوع في قطاع غزة. طيب مسألة المقاصة كمان دكتور، الناس فاهمة الصورة العامة ولكن مش فاهمة تفاصيلها. وضع الانقسام وما بلانا فيه من تداعيات على المستوى المالي وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي. خلينا نحكي عن المقاصة أول. المقاصة هي اللي بيصير أن إسرائيل هي التي تجبي جمارك وضرائب وضريبة شراء على البضائع التي تم استيرادها من خلال إسرائيل أو من إسرائيل نفسها. هي تجبيها، ونستطيع استرداد هذه الضرائب لما نعطيهم الفواتير. لما نعطيهم الفواتير. طيب اللي بيصير إنه حماس مش عم بترجع لنا الفواتير، صح؟ يعني من قطاع غزة إحنا كان عندنا في الماضي جزء كبير من ميزانية السلطة يتم تمويله من مردود قطاع غزة حوالي 28%، وفي الوقت الحاضر إحنا نحكي عن 2-4%. نعم، فهناك تراجع كبير في تغذية ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية من قطاع غزة. طيب يعني هذه أرقام تحدث أيضا فيها السيد الرئيس في مؤتمر وفي آخر مؤتمر، قال إنه إحنا منقدم من موازنة الحكومة، حجم موازنة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة وعلى أي قطاع ما هو؟ ما يعود أنت تفضلت فيه إنه فقط 2-4%. يعني السنة ما انتهت، السنة هذه ما انتهت، فبنعرفش قديش بيطلع، بس السنة الماضية كانت 2%. 2%. ولكن حجم الموازنة التي تقدم من الحكومة إلى قطاع غزة، كهرباء، مي، تعليم، صحة إلى آخره، كله. يعني إحنا شوفت أقولك في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية منشورة ومعروفة بتطلع حوالي 3.5-3.6 مليار دولار. من هذا بتطلع حوالي 45% بروح لغزة. يعني 43% كان العام الماضي من الميزانية تبعت العام الماضي، واللي كان 130 مليون دولار شهريا، يعني 1.560 مليار دولار السنة الماضية. يعني مبلغ مش بطال، يعني كنسبة مئوية أيضا بالمطلق من ميزانية السلطة يصرف في غزة، يصرف على رواتب، يصرف على، يعني مثلا إذا بتيجي جهة مانحة وبدها تقيم مشروع في غزة وبدهم مشاركة فلسطينية حتى لو كانت رمزية، مرات بتكونش على قد رمزية، توفير قطعة أرض أو ما إلى ذلك، هذا يطلب من السلطة الوطنية أن تلبيه. طيب يعني أنا قبل رح ندخل في تفاصيل أوفى، ولكن على مستوى التعامل مع حركة حماس على هذا الصعيد، كيف تتعاملوا مع قطاع غزة على صعيد استرداد الفواتير؟ آخر أخباركم على هذا الصعيد مع غزة؟ ما فيش أخبار، المزبوط هذا موضوع يعني يجب أن يكون هناك وعي لأهمية تزويد الضرائب، ارجاع الضرائب للسلطة المركزية، للسلطة الوطنية، لكي نستطيع استرداد هذه الأموال التي هي لنا، ونحن نصرفها، لا نصرفها لا في بيت لحم لحالة ولا في الخليل لحالة ولا في رابح، نصرفها على كل المراكز المدرجة على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذه أموال عامة وتوزع بكل
تصرف بموجب الموازنة، وبالتالي هناك مسؤولية، مسؤولية وطنية لتوفير سبل استرداد لأموال هي لنا. ونأمل أن يكون هذا يعني هو سواء على هذا الصعيد أو على صعيد أيضا ألا تذهب لإسرائيل بسبب عدم إعادة الفواتير. هي أساسا تدخل لإسرائيل. هي أساسا تدخل لإسرائيل. إحنا مستردها من إسرائيل. إسرائيل. إسرائيل هي تشبيهة بالدرجة الأولى. فالقصد هو الاسترداد. استرداد ما هو لنا. ولا أفهم أن يكون هناك أي نوع من الإجراء الذي يحول دون استرداد لما هو لنا، خاصة وأننا ما نسترده هو لا يعني لا. أنتم ما بتحكم حركة حماس مثلا على هذا الصعيد كوزارة مالية مثلا في غزة، التصريحات التي خرجت ضد موقف السيد الرئيس أو مؤتمر السيد الرئيس وما جاء فيه حول هذا الصعيد، قالوا بأنه يصدر أزمته، السلطة الفلسطينية تصدر أزمتها عندما تتحدث عن هذا الكلام إلى حركة حماس، هل هذا صحيح؟ لا، شوف احنا أي واحد بده ينكر أنه في أزمة بيكون يمكن مما بيعرفش أو مش عم بيكون يعني عم بنقل صورة دقيقة عن الوضع. طبعا هناك أزمة، لا شك أن هناك أزمة، الكل بيعرف أن هناك أزمة، مش بس إحنا بنعرف أن هناك أزمة. هو أزمة سياسية أكثر منها أزمة مالية، يعني الأزمة المالية بنعرفها. لا لا لا، أزمة مالية واقتصادية وأيضا سياسية. طبعا في أزمة اقتصادية، في عندنا كمان احتلال. صحيح، طبعا في عندنا احتلال. هلا مين بده يكون راضي بشكل عام أنه إحنا هناك قدام أفق سياسي معتم غير واضح؟ طبعا هذا يؤثر على الجميع، يؤثر على الكل. هذه أزمة تصيب كل فرد في الشعب الفلسطيني. لا أفهم أن يقال أن تصدر أزمة من منطقة فلسطينية لمنطقة فلسطينية أخرى، يعني مش فاهم شو القصد بهذا الكلام. يعني نحن السلطة الوطنية لديها التزامات كسلطة وطنية، نحن ليست سلطة رام الله، نحن سلطة الوطنية، وبالتالي نقوم بكل ما علينا من التزامات إلى القدر الذي نستطيع، ولا نحاول التهرب من التزاماتنا. لكن في نفس الوقت نطلب من المواطنين جميعا أينما كان أن يلتزموا، وهم ملتزمون بشكل عام بواجبات المواطنة، من حيث مثلا زي ما حكيت قبل شوي دفع الضرائب مثلا وأمور من هذا النوع. وأنا مش رح أغني كتير على هذا هاي النغمة دكتور، لأنه أيضا هناك من ينتقد أداء الحكومة المالي. وهذا أمر مشروع ونطالب الرد عليه، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وعودة إلى حلقة التساؤلات وانتظار الإجابات وسماع الإجابات من الدكتور نبيل قسيس وزير المالية الفلسطيني. تحياتي دكتور مرة أخرى. دكتور، كنا نتحدث أنه أيضا هناك انتقاد لأداء الحكومة المالي، كيف توزع الميزانية على قطاعات المختلفة في المجتمع الفلسطيني، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع، وعلى أي أساس من نواحي الحاجة الوطنية الفلسطينية لهذه الخطوة؟ لأنه يعني في العادة لما بيصير في وضع موازنة بيكون في وضع مؤشرات الموازنة، بيكون في أجندة سياسات عامة يتم الالتزام بها، وهي التي في نهاية المطاف تترجم إلى موازنة. دائما هناك مجال لانتقاد الحكومة أو أي حكومة في مجال تطبيق تنفيذ سياسات، في مجال سياساتها أو حتى في مجال تنفيذ سياساتها المالية. يعني هذا شيء وارد ومشروع. في مجال الموازنة يعني بالعادة يجري نقاش كثير واسع على الموازنة والتخصيص وضع الأولويات، يحصل هذا بالعادة في المجلس التشريعي. وهناك طيب، وفي ظل غياب التشريعي كيف تتصرفون؟ في ظل غياب المجلس التشريعي هناك يتم وضع الموازنة كاستمرار لميزانيات سابقة، موازنات سابقة. يعني احنا لم ننطلق في موازنة من موازنة صفرية من الصفر، انما نبني على موازنة سابقة. يتم اعداد بلاغ موازنة يعرض على مجلس الوزراء، يطلب ردود فعل من الوزراء على بلاغ الموازنة هذا. وبعد ذلك يتم العمل في كل وزارة على وضع موازنتها مع إرشادات عامة يكون مجلس الوزراء قد أقرها بالنسبة للموازنة العام القادم. هلأ هنا يعني ممكن الواحد يطلع على الموازنة يقول ليش هذا القطاع ما أخذ أكثر من هذا، ليش هذا أخذ أكثر من هذا. هلأ إحنا مثلا بنحب أنه بعض القطاعات الاقتصادية الهامة زي قطاع الزراعة، قطاع السياحة، قطاع الصناعة، أنه نطوره.
السؤال هل يطول هذا القطاع من خلال الموازنة الجارية؟ نعم. أو من خلال المعونات التي يمكن المحصل عليها من جهات مانحة من خلال الموازنة التطويرية؟ ونعمل على المحورين. طيب دكتور اسمح لي أن أقتطع من وقت الحديث لأن أرحب بالأستاذ بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني. تحياتي أستاذ بسام، هل تسمعني؟ أستاذ بسام تحياتي. مساء الخير. أهلا. مساء الخير دكتور نبيل. بمسى عليك. مساء الخير. أنا مش سامعه. مش عم تسمعه؟ لا مش عم سامع. هلا عم تسمعوا؟ أبو أحمد سمعني؟ مساء الخير. أستاذ بسام، في مؤتمركم مؤتمر فصائل منظمة التحرير تحدثتم عن الأزمة والاحتجاجات من أنه يجب تصويب البوصلة، نحن يجب أن ننهي الاحتلال. قلت أيضا بأنه قلتم أنتم وعزام الأحمد أيضا عضو اللجنة المركزية ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح في التشريع، قلتم أنه يجب، نحن ضد الاحتجاجات التخريبية ونحن مع الاحتجاج السلمي، ولكن أنت أشرت في كلامك إلى مسائل كما أشار لها أيضا أو في جزئية منها أبو نداء عزام الأحمد، مسألة أنه في عدم رضا عن أداء الحكومة على المستوى الداخلي أو على مستوى المالي مثلا. قلت عن مسألة دعم بعض السلع مثل المحروقات، تحدثت أيضا عن صحيح التحرر من كافة الاتفاقيات الظالمة التي وقعت على الشعب الفلسطيني التي وقعت على الشعب الفلسطيني وأدت إلى وجود أكثر من 60% من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل. الحديث عن أوسلو، كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ وأنا أتحدث مع الدكتور نبيل من يعني حول هذا التفاصيل منذ بداية البرنامج، إنه هذا إشي مفروض علينا. هل لديكم آليات لذلك؟ وانتقادكم حول دعم السلاح، هل لديك تصور أستاذ بسام على هذه المسألة؟ أولا مساء الخير دكتور نبيل، يعني دعيني أقول بأنه هذا الموضوع يعني هو موضوع ليس جديدا يعني في إطار الحديث عن الحاجة لتغييرات معينة في السياسة المالية والاقتصادية للسلطة عموما وللحكومة الفلسطينية بشكل خاص. طبعا هناك يعني دعنا أقول هناك في مطالب محددة عاجلة وتتطلب يعني إجراءات معينة من الحكومة، هناك سياسة أشمل تحتاج إلى إجراءات بعيدة المدى ولها علاقة في الفكر الاقتصادي إذا صح التعبير الذي بنت عليه السلطة ممارساتها المالية والاقتصادية خلال سنوات، وربما عمقتها أيضا بشكل أو بآخر الحكومات التي رئيسها الدكتور سلام أيضا بشكل خاص، خصوصا في الخطة التي طرحها للحكومة وبرنامج الحكومة الذي طرحه قبل عدة سنوات. المهم في الأمر المباشر يعني، وأنا أتحدث بشكل خاص في رؤيتنا نحن مثلا في حزب الشعب، نحن منذ فترة تحدثنا عن أهمية الوصول إلى وضع من دعم السلع الأساسية، وتحدثنا بشكل خاص عن 14 سلعة أساسية جرى حتى تناول يعني دراستها بشكل خاص في بعض الدوائر الاقتصادية بما في ذلك حتى في بعض مؤسسات السلطة، وأهمية أن يكون هناك برنامج لخفض أسعار هذه السلع إما بالدعم المباشر من خلال الحكومة وهذا أمر في بعض الصعوبة بشكل معين، ولكن أو من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة عن هذه السلع بشكل خاص طبعا. وهذا الحديث جرى أيضا مع رئيس الحكومة في عدة فترات سابقة، وكان جرى في اجتماعات في داخل مع لجان المجلس التشريعي، وبحث مع الدكتور نبيل في آخر لقاء أيضا في المجلس التشريعي، وكما قال هو في حينه أن ربما غير ممكن من أستاذ بسام يبدو أنه يعني لأنه من الصعب يعني بس رجاء أن يعني تفضل تفضل أستاذ بسام في المضافة
الو استاذ بسام، دعنا نعود اليك بعد ثوان حتى يعني نتدارك المشكله في شبكه الهاتف. استاذ دكتور نبيل، كيف يعني ترد على هذه الانتقادات من ناحيه، او الانتقادات البناءه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى يعني في وجهه نظر؟ نعم، هو انا الجزء الاولاني كان ما سمعتوش، بس يعني بديت اسمع لما كان في حكي عن دعم السلع الاساسيه. لا، هو كمان كان يحكي انه في فرق بين الفكر الاقتصادي او هي من ناحيه شيء داخلي، او في مساحه لامكانيه الحكومه ان تتحرك على مستواها او في مستوى الاراضي او على مستوى الاراضي الفلسطينيه، وفي شيء جذري كان يقول انه الاتفاقيات وانه هاي بدها كمان تغيير في الواقع السياسي. في على مستوى الداخلي كان يتحدث عما تفضلت او اشرت اليه انت في بدايه الحديث. نعم، على مستوى الداخلي وبالنسبه لاسعار السلع ودعم السلع، يعني كما قال السيد بسام انه خفض اسعار من خلال الدعم المباشر او من خلال خفض طريقه القيمه المضافه. طبعا في طريقه ثالثه كمان اللي هي من خلال منع الاحتكار بالنسبة للسلع الأساسية، وأن يكون يعني ما يكونش في نوع من الكارتيل اللي بيسيطر على أسعار بضائع يستهلكها يعني أساسية للمستهلك. إحنا التوجه اللي عندنا هو ثالث، مش إنه يعني دعم مباشر بزبطش لأسباب عدة. إذا إحنا دعمنا البضائع وصفت أسعارها كتير رخيصة، راح يصير في تهريب. يعني مش راح يعني مش بالضروره نستفيد منها احنا. يعني احنا بنعرف انه مرات حتى منتجاتنا الزراعيه اسعارها تهبط وترتفع بناء على امكانيه تصديرها الى جهات اخرى او حتى نقلها الى جهات اخرى. خلينا نكون صريحين، يعني كمان السوق المفتوح لإسرائيل، يعني قال أكثر من محلل معي في خلال الأسبوع أنه في قضايا فساد كانت على مسألة المحروقات مثلا، وسلم الملف لدكتور سلام فياض، هذا كان على لسان الأستاذ حافظ البرغوثي، وقال وانتهت هذه المسألة، كانت يأخذوا المحروقات بسعر أقل هون ويبيعوا بإسرائيل بسعر أعلى، وفي ناس على رأيه وصارت طبعا هذه شغلة مربحة لأن البترول عندنا أرخص وكمان مدعوم زي ما طيب قصة زي ما الدعم يعني أنتم شايفين بس بنفس الخفض ضريبة القيمة المضافة. النظام السائد عندنا هلأ هو ضريبة القيمة المضافة هي نسبة واحدة على كل البضائع، وبروتوكول باريس يحدد إمكانية تغيير هذه الضريبة بنقطتين زائد أو ناقص القيمة التي تحددها إسرائيل. هذا هو الاتفاق القائم. فبالتالي يعني إسرائيل عندها 17، إحنا بنقدر نطلع من 15 لحتى 19. ضريبة القيمة المضافة عندنا كانت اللي هي هلا 15% اعتبار من بداية شهر تشرين الأول القادم، هي أقل ضريبة قيمة مضافة ممكن أن نفرضها. أقل نسبة هي 15؟ أقل نسبة بما يتفق مع اتفاقية باريس. أعلى نسبة هي 19، أقل نسبة هي 15. طالما ما تفرضه إسرائيل هو 17%. لما كانت إسرائيل تفرض 16.5% كنا نفرض إحنا 14.5%، اللي نقطتين أقل. يعني عم نحاول نكون إحنا أقل شيء ممكن تحت ضمن يفرض علينا. مستوى الدخل مثلا بينه، يعني هاي من القضايا كمان المجحفة، إنه في إسرائيل يعدل مستوى الدخل ويرفع بحسب نسبة ارتفاع الأسعار أو الضرائب ولا غير، ومؤخرا 4300 شيكل يعني الحد الأدنى من الدخل. إحنا مع حد الأدنى من الدخل قليل جدا. إحنا بلد فقير على فكرة، يعني إذا غابت عنا، يعني إحنا إسرائيل معدل دخل الفرد فيها 32,000 دولار، وفهمت كمان يمكن يكون 34,000 دولار بالسنة للفرد. عنا إحنا بالأسعار الجارية يعني بالمعدل بين ضفة وغزة 16,000 1600 يعني 1 على 20 من دخل الفرد في إسرائيل. 1 على 20، هذا رقم قليل جدا. أستاذ بسام، هل ما زلت معي عبر خط الهاتف؟ نعم نعم. أستاذ بسام، ما رأيك بهذه النقطة التي تفضل فيها الدكتور؟ يعني هل لديكم تصور إنه معدل الدخل أو الحد الأدنى من الدخل في الأراضي الفلسطينية ممكن إنه يرتفع في يعني ضمن الحالة السياسية التي نعاني والأزمة المالية؟ لا، أنا في اعتقادي يعني الدكتور نبيل طبعا هو واضح يعني تحدث عن مدخل ثالث كما قال حول موضوع دعم السلع من خلال يعني منع الاحتكار، وقف الاحتكار وغيره. هذا أول مرة طبعا نحن نسمع بهذا المقترح. كان هناك نقاشات كما قلت مع رئيس الحكومة ومع الدكتور نبيل
وأعتقد أنه هذا أيضا بحاجة إلى فحص كبير. يعني أنا لست متأكدا بأنه هذا مدخل سيؤدي إلى تحقيق ما هو مطروح، على أي الأحوال يمكن سماعه، ولكن الفكرة الرئيسية هي أنه حتى موضوع ضريبة القيمة المضافة وهامش ما هو منصوص عليه في اتفاقية باريس، نحن نرى بأنه يجب كسر هذا الهامش. أنا في اعتقادي بأنه ما يجري في الشارع، وهنا أريد أن أدخل الموضوع من زاوية أخرى في رأيي، ليس فقط من زاويتها المطلبية. الموضوع هنا أن هناك احتقان كبير لدى الجمهور الفلسطيني من أزمة أشمل من فقط الجانب المطلبي والاقتصادي. وهذه الأزمة لها ارتباط في واقع أن لا يمكن استمرار وضع الاحتلال وقيوده المختلفة على السلطة الفلسطينية في كل المجالات بما فيها في الجانب الاقتصادي دون إجراء تغيير معين. هذا التغيير في تصوري هو ما يجب أن يجري حشد الجهد الفلسطيني بشكل شامل نحوه، بمعنى أنه يجب توسيع النضال ضد الاحتلال من أجل إنهاء الاحتلال، وفي سياق ذلك كسر عدد من المعادلات والشروط المجحفة التي وردت في الاتفاقات مع هذا الاحتلال. طبعا هذا أمر سياسي، ليس فقط أمر الحكومة، هو أمر منظمة التحرير وهو قرار أشمل. ومن هنا يعني باختصار شديد الحكومة تحركت في هامش كان أصلاً طرح كما قلت هذا في اللقاءات السابقة، ولم يكن يحتاج إلى كل هذا الحراك الشعبي لخفض 0.5% التي أجرتها الحكومة أمس. ولكن نعم، لنقم بتحدي فتى في موضوع الضريبة المضافة، ونجري خفضاً أكبر في موضوع ضريبة القيمة المضافة عن الهامش المتاح في اتفاقية باريس. بالمناسبة نحن ضد الحديث عن فتح اتفاقية باريس لإعادة الاتفاق حولها. نحن مع التمرد على ما ورد في اتفاقية باريس وكسر هذا الجانب حتى من طرف واحد، وليكن هذا جزء من الأزمة التي عنوانها تحشيد العالم كله والرأي العام الفلسطيني. طيب من أجل هذا حراك سياسي بالدرجة الأساسية، صحيح أبو أستاذ بسام؟ أستاذ بسام، يعني هذا مثل اللي كنا نتحدث ولكن باختصار بس في هذا هو قرار سياسي. أنا أعتقد أن نحن في النقطة الحرجة التالية، إما أن المجموع يعني الفلسطيني بما في ذلك السلطة كجزء من مؤسسات المنظمة وجزء من الإطار العام للشعب الفلسطيني تتجه في تحويل هذا الطاقة وحركة الاحتجاج ضد الاحتلال، أو أن تكون السلطة هي خط الدفاع الأول الذي توجه إليه حركة الاحتجاج. ومن هنا أعتقد أن التحدي الأكبر أمام مجموع القوى هو كيف يمكن الانتقال سوية إلى نقطة تحويل هذا الاندفاع باتجاه إنهاء الاحتلال. طيب. هذا يعني إجراء تغييرات جدية داخل السلطة وانسجامها هي مع هذا في إطار في شيء من التمرد على الاتفاقات وعلى بعض الاعتبارات التي وردت بما في ذلك في باريس وفي أوسلو وفي غيره. ومن هنا أنا في رأيي يعني هذا هو ما يحتاج إلى قرار سياسي، وهذه لحظة مناسبة لقرار. يعني هنا أنا ممكن أناقشك أكثر يعني على هذا الصعيد. التمرد المطلوب يجب أن يكون أيضا محسوب حساب اليوم الثاني بعده، يعني حتى على مستوى التحرك للأمم المتحدة للمطالبة بدولة غير عضو فيها، نحن نحارب ويضغط علينا يعني، وهذا أمر يعني مش سر، لا على الصعيد الإسرائيلي ولا على الصعيد الأمريكي ولا على صعيد مواقف بعض الدول العربية. ربما هذا يحتاج إلى من القيادة من اللجنة التنفيذية ومن منظمة التحرير دراسته، لأنه في خطة ألف ولازم يترافق وإياها خطة باء. هل لديكم خطة باء؟ يعني خلينا أقول يعني توصيفي لما هو قائم الآن هو في المحطة التالية، إما شعار هذا الحراك الشعبي والذي يعني لمسنا نحن بداياته في رأيي، وهو أن يكون الشعب يريد إنهاء الاحتلال أو أن الشعب يريد إسقاط السلطة. هذا هو الموضوع. وبالتالي الضغوط، أي ضغوط هاي اللي طبعا هي ضغوط قائمة، وإذا بقيت السلطة تحت التعامل مع هذه الضغوط ستنهار تحت يعني احتقان ورفض الشعب الفلسطيني لها وإحساسه أنها سلطة عاجزة وضعيفة
وزائدة حتى لا لزوم لها، لأنه هذه السلطة إذا لم تكن قادرة على قيادة أو العمل مع المنظمة والقوة في قيادة النضال لإنهاء الاحتلال، ولم تكن قادرة على وقف الاستيطان وعلى وقف التعديات الإسرائيلية وعلى إدارة عملية سياسية وعلى توفير رواتب موظفيها وعلى خلق مناخ اقتصادي، إذا شو ما هو دور هذه السلطة بالنسبة للناس؟ طيب، لذلك أنا أعتقد أن إذا كان هناك ربيع فلسطيني كما وصف، وأنا يعني لدي تحفظ على الكلمة نفسها يعني في موضوع الربيع، لكن إذا كان هذا هو فإما أن يكون عنوانه إنهاء الاحتلال أو أن يصبح عنوانه إسقاط السلطة، حتى وإن بدأ الآن في على شكل الحديث عن دكتور سلام فياض وغيره، لكن هذا دكتور سلام فياض هو يعني محطة في الطريق، ولكن العنوان الأكبر هو السلطة برمتها، لأنه ليست المسألة مسألة مرتبطة في الحكومة ذاتها، هي مرتبطة بما هو الدور الذي تؤديه هذه الحكومة. ولذلك التحدي الأكبر في تصوري أمام مجموع الشعب الفلسطيني كيف يحول هذا المخزون الكفاح العالي لدى الشعب الفلسطيني، والذي أظهر هذا الحراك أنه لا يوجد بشكل كبير لدى الفلسطينيين، باتجاه القضية الأبرز إنهاء الاحتلال. هذا يعني أن السلطة عليها اتخاذ إجراءات داخلية خاصة بها تعزز هذا الاتجاه، تعزز صمود الناس، وأيضا تتحدى مع الشعب الفلسطيني وتكسر جزءا من الاتفاقات والقضايا التي برزت في الاتفاقات السابقة. إذا بقي الاعتبار أنه هناك ضغوط عربية وأمريكية وإسرائيل وإلى غيره، أنا برأيي النتيجة ستكون واحدة، أن المزيد من هذه الضغوط سيولد حالة من فجوة أكبر بين السلطة والناس، ولن يحول دون يعني وقائع هي أسوأ في رأيي من كل الضغوط التي يمكن أن تمارسها السلطة. طيب، أعتقد أنتم كقيادة للشعب الفلسطيني ننتظر منكم أن تتباحثوا في هذه المسألة وأن تخرجوا لنا بحلول على المستوى السياسي، إنه هل يعني نفرط المسبحة ولا نشد العزم ونتحمل، هل نحسن شروط السجن ولا نهرب وببلاش نفكر في تاني يوم، أو سيناريوهات تاني يوم بنستنى نسمعها منكم. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ بسام الصالح الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني على هذه المشاركة، شكرا لك. شكرا لكم. أعود إليك دكتور نبيل قسيس. أعرف أنه يعني جزء كبير مما تحدث فيه الأستاذ بسام سياسي محض وفي النخاع، لكن أيضا على تبعات هذه السياسة إجراءات مالية من طرفكم، ما تحدث فيه على أنه قصة التمرد على اتفاقية باريس، وحتى كسر مسألة أنه فقط 2% أو مسألة الأقل قيمة 15% لقيمة الضريبة المضافة مثلا، هذا وارد؟ هل درستموه في الحكومة؟ يعني شوف، أنا قبل ما أصير وزير في حكومة اللي ما لهاش دور في، مش مفروض تحكي بالسياسة، أنا مواطن، كلنا بنعيش الهم بالسياسي. بالتأكيد أنه فيش حدا فينا يعني في كامل بفكر انه يمكن استبدال الاحتلال بنشاط اقتصادي او بانتعاش اقتصادي. لا يمكن ان يتم الانتعاش الاقتصادي تحت الاحتلال، ولا يمكن ان نرضى بانتعاش الاقتصادي وان يبقى الاحتلال. هذا مش وارد، واحنا شايفين حاليا انه بسبب، وكمان التقارير الدوليه بتقول هون، انه بسبب اجراءات الاحتلال لا يمكن ان يحصل انتعاش اقتصادي. مع أنه إحنا سنة 99 كان عندنا موازنة جارية فيها فائض، الموازنة الجارية كان فيها فائض. إحنا هلأ في موازنة جارية فيها عجز 1.25 مليار دولار. هذا عجزنا. هذا عجزنا طبعاً، عم نحاول نغطي جزء كبير منه من المعونات الخارجية، ولم نستطع أن نحصل على ذلك. ولكن كان هناك فترة كان عندنا موازنة دون عجز، بل بفائض قليل. هلأ الوضع اللي احنا فيه حاليا، يعني فكرة انه نخرج من باريس، احنا بنخرج من الاحتلال كله، بنخرج من باريس لحالها، مش هذه القضية. قضية انه احنا في عدم جباية الضرائب بالشكل اللي بنجبيه حاليا، وانا طبعا ياريت الناس تدفع ضرائب اقل، بنحب تدفع ضرائب اقل، بنحب يكون عندنا مصاري اكثر، بنحب يكون عندنا دخل من غير الضرائب، بنحب يكون عندنا دخل من خلال التحويلات اللي كانت العمال تحولها لنا لما كانوا يشتغلوا في اماكن اخرى خارج البلاد وجوه البلاد. هذا كله مطلوب. حاليا احنا في وضع انه معظم دخلنا هو من الضرائب عدا ما ياتي من الدول المانحه، فاحنا تحت جوا كماشه.
بين أن ندفع المواطن يدفع ضرائب ندخل عليه بين أن الدول المانحة تعطينا أو ما تعطينا. طب الالتزامات العربية أين هي من كل ما هي زيها زي دول مانحة كمان يعني. لسه مبو يعني يقال إنه الاتحاد الأوروبي بدفع أحسن من يعني أو يلتزم بالتزامات. الاتحاد الأوروبي منظم ماليته يعني لما يلتزموا بشيء بدفعوا الدول أخرى لا 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 تدفع حسب في موعد محدد يتيح لنا أن نخطط بشكل أفضل. طيب هناك انتقاد أيضا. هلا اللي بدي أقوله مهم مش خلينا أكمل النقطة هذه إنه إحنا يعني لما تكون الموازنة معظم الإيرادات هو من الضرائب معنى الكلام هذا إذا خفضنا الضرائب عشان أنا يعني أفسر للأستاذ بسام نقطة تفضل. هي أكيد مش غايبة عنه إذا بناخد ضرائب أقل بكون عندنا مصاري أقل ندفعها لالتزاماتنا الأخرى سواء كانت رواتب أو موازنات تشغيلية أو أي شيء بنصرف عليه مصاري سواء مدارس مستشفيات اللي بدك إياه. إحنا كل اللي بنصرفه بيجي من الضرائب والمعونات الخارجية. فإذا ما جاش لا هذه ولا هذه وين رح نصرف؟ هذه المشكلة. لو كان اقتصادنا حر لو كان إحنا أحرار نخلي اقتصادنا ونشاطنا الاقتصادي ياخذ مدى الكامل كان احنا في وضع مختلف تماما عما نحن فيه الان. طيب الانتقاد الموجه الى الحكومه الفلسطينيه وهو انتقاد يعني مشروع وعدنا ما هو الانتقاد؟ ما جيد دكتور سلام فياض وعدنا بدوله فلسطينيه جاهزه للاعلان مؤسساتيا في عام 2011 وهناك أو ما يعاني المواطن بشكل يومي وما يراه من وقائع يقول غير ذلك. يقول البعض لماذا انشغلنا في بناء مؤسسات وأهملنا بناء اقتصاد؟ ما رأيك؟ هو المسألتين مش مفصلتين. أول شيء إذا كان الفكرة أنه عن جاهزيتنا للدولة في سبتمبر 2011 نعم نحن كنا جاهزين لذلك مؤسساتيا ليس فقط بحكمنا إنما أيضا بشهادة جهات دولية مثل البنك الدولي والصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة كان هناك عرفان بالإنجاز الذي تم في بناء المؤسسات. هلأ هذا ما بيعني أن اقتصادنا كان جاهز أن يحمل الدولة الفلسطينية إنه كان الاقتصاد واقتصاد تحت احتلال لكن النقطة كان أنه في حالة انتهى الاحتلال لن يكون غياب المؤسسات عائقا أمام الاستمرار والنهوض بمشروع الدولة. هذه كانت الفكرة كما أنا فهمتها وكما فهمت أعلن عنها وقيل عنها في حينه. ما بعتقدش أنه كان حدا بيقول أنه إحنا اقتصادنا راح يكون اقتصاد قادر على حمل أعباء الدولة ونحن تحت الاحتلال. ما كان يقال أنه في حالة انتهى الاحتلال مؤسساتنا ستكون جاهزة لحمل اقتصاد دولة. طيب ما هو الوضع المالي الآن؟ هل من رسائل من المانحين بالتزامات قادمة في الفترة المقبلة بمعنى تنفيذ هذه الالتزامات؟ سمعنا بآخر جولة للسيد الرئيس في الهند أنه في 10 ملايين دولار تبرعت فيها الهند أو ساعدت لموازنة السلطة. من ناحية أخرى أنت معليك ستتوجه إلى نيويورك لمؤتمر المانحين السنوي. طروحاتكم في هذا المؤتمر من ناحية وحجم القادم هل إلى جانب العشر ملايين دولار وما سيأتي من العائدات الضريبية من إسرائيل هل سيخفف الأزمة هل سيحلحل الأزمة هل يتوقع المواطن الفلسطيني أن يتم الالتزام بدفع راتبه مثلا في الفترة القادمة ولا برضو لسه نص راتب وثلثه يعني عشان نكون منصفين للسلطة الوطنية الفلسطينية ولوزارة المالية ولحالنا لأنفسنا كل من يعمل في السلطة الوطنية وصلت رواتبه كاملة عن كل الفترة الماضية صح ولا لا؟ يعني الشهر هذا بندفع 50% بدنا نعمل هذا استكمالا خلال أسبوع وبالتالي في نهاية الشهر هذا راح يكون كل الموظفين كل العاملين كل عاملين في الخدمة المدنية في السلطة الوطنية قد وصلتهم رواتبهم كاملة. فالقول أنه يعني هناك في ما حد عم بيقول انه والله عم بتروح عليه مصرياته هو المشكله هي لا المشكله هي عدم اليقين وعدم المشكله عدم اليقين في امتى راح يجيني الراتب راح يجي مش راح يجي هذه مشكله هذه مشكله نحاول ان نتعامل معها ولكن في نهايه المطاف نحن نعلم انه اذا الشهر تبعنا يمكن بدل ما يكون من واحد الشهر لواحد الشهر يمكن مرات يكون من 10 ل 10 يعني بصير ندفع شوي متاخر هيك مش راح ندفع في واحد الشهر لانه اسرائيل لا تحول ما تشبيه من ضرائب
قبل أيام من نهاية الشهر في جميع الأحوال. لا أقول أن الوضع وردي، لا، الوضع ليس جيدا، هناك علينا ضغوطات، ولكن نعمل ويجب أن نكون لدينا ثقة بأن عملنا يعطي نتائج، وفي البعض أعطى نتائج، وسنستمر بالعمل لكي نحصل على نتائج. هل أستطيع أن أعطي وعود نهائية قطعية في بالنسبة للفترة القادمة؟ ما نستطيع أن نعد به، سيادة الرئيس يعمل، رئيس الوزراء يعمل، الكل يعمل من أجل أن نفي بالتزاماتنا. طيب مؤتمر المانحين، ماذا مؤتمر المانحين؟ هو مؤتمر ليس للجباية، هو ليس مؤتمر للفندريزنج زي ما بقوله، هو مؤتمر لعرض المشاكل. الجباية تحصل في فترة لاحقة. سأذهب إلى مؤتمر المانحين وسأعرض الوضع وسأطرح الحاجة إلى باسم السلطة الوطنية طبعا، سأطرح الحاجة للمزيد من الدعم، سأطرح الوضع كما هو، سأقول أن الوضع الحالي يهدد حل الدولتين، وأن الاستثمار في حل الدولتين هو استثمار في السلام إلى القدم الذي هذا لا يزال ممكنا، وأن ترك السلطة الوطنية الفلسطينية دون الدعم الذي تحتاجه هو عزوف عن دعم حل دائم وشبه عادل. طيب في السنوات الماضية، أنا بعرف إنه معليك مش من فترة طويلة، ولكن جربت أن تكون وزيرا سابقا في السابق. مسألة مؤتمر المانحين قلت إنه مش للجباية، ولكن هذا يعني المؤتمر مش في مؤتمرات أخرى للجباية طبعا. طيب يعني شو بس هذا المؤتمر اللي تحكي عنه اللي هو AHLC هو مؤتمر يتم فيه عرض التقارير وعرض التقارير. طيب هل تتوقعون أن الظرف السياسي الحالي للسلطة الفلسطينية سيسمح بجباية أكثر ولا بجباية أقل؟ هناك يجب أن يكون هناك التزام المجتمع الدولي نحو السلطة الوطنية الفلسطينية من منطلق كون حل الدولتين هو حل الوحيد المطروح كأساس لإحلال سلام عادل. دائما كلمة عادل أنا بتلعثم فيها لأنه مش راح يكون دائما في عادل بالنسبة لنا، ولكن شامل ودائم. هذا هو الاستثمار الذي تم منذ عام 1991، وبالتالي يجب أن نطرح دائما واجب والتزامات الدول الأخرى، الدول المانحة، المجتمع الدولي بشكل عام تجاه هذه السلطة، وهو السلطة التي يجب أن تتحول إلى دولة فلسطينية. طيب أنا سؤال أخير لأنه تجاوزنا الوقت، ولكن هذا السؤال ملح من الشارع الفلسطيني، إنه ما مدى تعاون بين وزارة المالية والبنوك المحلية تجاه القروض للمواطنين؟ قالوا بأنه يجب أن يتم فقط خصم نصف القرض من نصف الراتب، ولكن ما يجري وما تحدث به أيضا بعض المواطنين إلي شخصيا إنه هذا الكلام ليس صحيحا، لقد تم خصم كامل القرض. أنا فكرت لما سألت عن التعاون مع البنوك في مجال اقتراضنا نحن كسلطة من اقتراضكم، أنا بعرف الوضع مش الوضع أنه كمان إحنا البنوك عم تتعاون معنا بشكل جيد في مجال الإقراض من أجل سداد متأخرات للموردين سواء كانوا قطاع خاص أو قطاع أهلي زي مستشفيات. لكن أنت تسألين عن القروض التي يأخذها التي خذها يعني عام يعني نعم. يعني أنا سلطة النقد طلبت من البنوك، والبنوك بالعادة تتجاوب مع ذلك بأن لا تخصم كثيرا من قروض من الأقساط قروض العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تأخذ بعين الاعتبار أن المواطنين الذين يعملون في السلطة الوطنية لم يأخذوا رواتبهم كاملة، والبنوك في العادة تتجاوب. تقولين لي أن هذا لم يحصل في جميع الأحوال، قد يكون، لا أعرف عن كل حالة على حدة، ولكن سياسة البنوك هي أن تراعي ظروف المواطنين، وأعتقد أن معظم الذين يتعاملون مع البنوك سيقولون ما يؤكد كلامي. طيب حجم المديونية، ما حجم المديونية لمين؟ للبنوك ولا للكل؟ للبنوك. عندنا هلا مديونية حوالي 1.2 مليار دولار.
يعني هو نفس الرقم اللي تحدثت فيه. يعني هو احنا كل شهر بنسدنا احنا. طيب للأسف أنا دركني الوقت والله يا دكتور، وبعرف أنه أنت كمان لديك انشغالاتك وأيضا شوبت معنا في الاستوديو. شكرا لك الدكتور نبيل قسيس وزير المالية، أيضا كان الشكر موصول للأستاذ بسام الصالح الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا. شكرا لك. وإن لم تستكمل بالمناسبة. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، حتى ألقاكم يوم الأحد. هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية. تفضلوا إلى زاوية الكاريكاتيرية التي نختارها دائما لكم من الصحف المحلية والعربية. دمتم بخير وإلى اللقاء.